الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: استيقظ من النوم الفجر الساعة 4:15، يقول ثم شرب الماء، يقول وتوقعت أن الفجر يؤذن 4:15، واتضح أنه يؤذن عندهم 4:14، فهل يكمل صيامه أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، والمتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبناء على ذلك فإذا كان الإنسان في الليل ثم شك في طلوع الفجر وأكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فإن الأصل في حقه بقاء الليل، فيعتبر أكله وشربه هذا ليس بمفسد لصيامه فيما لو تبين بأخرة أنه كان في النهار، أي بعد طلوع الفجر، لأنك أكلت وشربت غير متجانف لإثم وإنما عن خطأ. وقد قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والأكل والشرب وإن كان من جملة مفسدات الصوم، إلا أن المتقرر عند العلماء أن مفسد الصوم لا يترتب عليه أثره إلا بذكر وعلم وإرادة، وأنت أكلت أو شربت غير عالم بأن الفجر قد طلع، فلا شيء عليك وصيامك صحيح إن شاء الله، والله أعلم.